السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلك شباب صارتكم بتم الصحة والعافية. قبل شوي قمت من النوم ففتحت تويتر وتفاجأت بخبر نزول الدعاية حقت هجوم العمالقة الجزء الثاني. فدخلت اليوتيوب ودورت ولقيت المقطع وانا كذا اصبعي كان بيشغل الفيديو وقفت قلت خلني اسجل ردة فعلي، مع اني عارف ان اغلبكم ما يحب فيديوهات الرياكشن، ولكن بالله عليك يعني احنا قاعدين نتكلم عن هجوم العمالقة، الانمي اللي صار لي من عام 2013 انتظر له جزء ثاني. ف خلونا نبدا. اوكي يلا بدينا. الله بدوها اكشن على طول، ما تفهمون هذين. هذا ما كتناي. الله مين هذا؟ عملاق قر سيزن 2. الله مين هذا؟ سريع الظهر الانسان. الله العملاق الاحمر حبيبي، اكثر عملاق احبه يا اخي، يضيف هيبه بالانمي. يا اخي مين هذا يا اخوان؟ عملاق قر؟ كيف؟ جزء الثاني الظاهر جلد. طيب خلنا اقول لكم الحين رأيي والاشياء اللي اتوقعها من هجوم العمالقة الجزء الثاني من الدعاية اللي شوفناها الحين. اتوقع انه ويت ستوديو راح يبدعون بشكل كبير، لان الحين اللي انا قاعد اشوفه الرسم الانيميشن ما عليهم كلام ابدا. وايضا لازم في الجزء هذا يرون مين هو العملاق المدرع ومين هو العملاق الاحمر الكبير هذاك، لانه انا متاكد 100% انهم بشر، ولكن مين هم مين يعني ما ندري للحين مين هم. فاتوقع ان الجزء هذا راح يتفوق على الجزء الماضي، لان مثل ما شفتوا في الدعاية راح تظهر احداث اسطوريه، منها ايرن ضد العملاق المدرع. يعني مين كان يتوقع شيء هذا؟ طبعا انا اتوقع ان ايرن ما راح يقدر يهزمه، لانه ما اظن انه بيكون عنده القوه او الخبر الكافيه، واظن انه العملاق المدرع بيكون خصم صعب لايرن. طبعا كنا احنا حافظين سيناريو الانميات، البطل يكون واحد غبي اهبل ينضرب، وبعدين في النهايه بقدره الواحد الاحد يجيك يعطيه بوكس واحد ويفوز. واللي لاحظته انهم بس جابوا لقطه ولا لقطتين بس عن ليفاي، ليش يعني؟ هل لانه يعني ما بيكون له دور كبير في الجزء الثاني يعني، ولا كيف؟ مع اني ما اظن انهم راح يسحبون على شخصيه رهيبه مثل ليفاي، واظن ان الجزء الثاني من الانمي هذا هو اكثر انمي متحمس له في عام 2017، متحمس له اكثر من انمي بورتو حتى. والحين وصلنا الفيديو، اتمنى لكم فيديو عجبكم ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، واذكروا رايكم واقتراحاتكم تحت بالتعليقات، والسلام عليكم.